وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور حسام، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. وطبعا يعني نتحدث عن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة لمتابعة الحالة في محافظة أسوان. تفضل دكتور حسام. مساء الخير فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي إكسترا نيوز. هيا دعني أضع حضرتك والسادة المشاهدين في ما يحدث أو في تصور لما يحدث في الفترة الماضية في محافظة أسوان. إحنا خلال الأيام القليلة الماضية تلاحظ أو رصدنا أن هناك زيادة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات في أسوان المصابين بأعراض إسهال وغثيان وقيء. بناء عليه كان هناك توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي بالوزارة إلى محافظة أسوان برئاسة نائب الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب السيد الوزير للطب الوقائي. نعم. الفريق تحرك على مجموعة من المحاور. المحور الأول التأكد من سلامة مياه الشرب من خلال أخذ عينات كثيرة من عندنا أكثر من 103 محطة في أسوان، أخذ عينات من المحطات، أخذ عينات من المنازل اللي فيها حالات مصابة بهذه الأعراض. ده المحور الأول. المحور الثاني تحرك على المستشفيات لمناظرة الحالات والتأكد من معدلات التردد وتلقيهم العلاج المناسب. المحور الثالث كان المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام، لأن الأعراض التي ترتبط بالجهاز الهضمي غالبا ما تنتقل من خلال الطعام أو المياه. الحقيقة أنه الفحوصات الأولية لمحطات المياه أثبتت حتى هذه اللحظة أنه لا يوجد أي تغير بيولوجي خاص بمحطات المياه. إحنا بنعمل نفس الموضوع مع المياه اللي موجودة بقى في البيوت، وبالتالي يتم الآن تحليل هذه العينات. الموضوع ده بياخد وقت من 4 إلى 5 أيام، وبمجرد ما تظهر النتائج هو سيتم الإعلان عنها. لكن ما ظهر من نتائج مرتبط بالمياه بيؤكد أنه لا يوجد أي نوع من التغير الميكروبيولوجي اللي موجود في محطات المياه 103 اللي تم أخذ العينات منها. هناك مرور على الباعة الجائلين، هناك مرور على الأماكن تقديم الطعام للتأكد من أيضا عدم وجود أي نوع من أنواع التلوث في الطعام يؤدي إلى الإصابة بهذه الأعراض، ومرور على المستشفيات للإطمئنان على أن المرضى بيتلقوا الحالات. نتيجة لده أنه النهاردة مثلا بعد ما كان عندنا في الأيام اللي فاتت احتياج لدخول المستشفيات 63 مريض، النهاردة احنا بنتكلم عن انخفاض العدد إلى أن المرضى اللي يحتاجوا يدخلوا المستشفيات على مستوى المحافظة عشان يتلقوا العلاج من هذه الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي هم 25. فهناك تحسن إجمالي في حالات المرضى المحتاجين إلى دخول مستشفيات نتيجة للجهود التي قامت بها وزارة الصحة والحقيقة وشركة المية والمحافظة وكافة أجهزة الدولة. احنا عندنا توجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء بتحرك جميع الأجهزة المعنية بقيادة السيد المحافظ للوصول إلى المصدر الأساسي لهذه المسبب لهذه الأعراض، وفي نفس الوقت التعامل مع المرضى بشكل مناسب لتقديم الخدمة العلاجية. مهم جدا ان احنا برضو نذكر المواطنين بنصائح هامة اللي بنقول فيها انه اصابات الجهاز الهضمي بهذه الاعراض قليلة جدا اذا ما التزم المواطنون ببعض النصائح الطبية الهامة اللي هي غسل اليد وبشكل متكرر وخصوصا بعد الخروج من المرحاض او قبل الاكل وبعد الأكل. من المهم جدا برضو ان احنا ما نستخدمش أطعمة من الباعة الجائلين، واذا كنا هناخد أطعمة من بره يبقى يتم طهيها بشكل جيد وتسخينها بشكل جيد جدا. دي نصائح مهمة، ومهم جدا ايضا غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها، ونتأكد ان احنا دايما بنحرص على نظافة اليد، نظافة المأكولات، والتأكد من انها نحصل عليها من مصادر آمنة وموثوقة. نعم. ده الوضع بشكل عام حتى هذه اللحظة، وما زال الفريق يعمل بشكل مدقق جدا وبشكل علمي جدا لأول حاجة الوصول إلى
الأسباب الرئيسية لهذا الانتشار في الأيام السابقة. والحمد لله زي ما قلت لحضرتك كده أنه هذا الانتشار بدأ في الانحسار نتيجة للإجراءات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة، المحافظة، شركة المية وجميع الجهات المعنية. ولكن دكتور حسام، يعني الحمد لله حتى الآن لم يتم مثلا اكتشاف فيروس غير عادي أو بكتيريا غير عادية في المياه أو المأكولات. لا يوجد أي نوع من أنواع التغيرات الميكروبيولوجية في المياه في 103 محطة اللي احنا خدنا منهم العينات. حتى هذه اللحظة لم تظهر نتائج المياه الموجودة في البيوت، لكن الحمد لله أيضا المؤشرات الأولية بتقول بعدم وجود تغيرات مرتبطة بوجود أي بكتيريا معينة، ولم يظهر أي نوع من أنواع التغيرات الميكروبيولوجية برضو المرتبطة بالبكتيريا في الأطعمة اللي بيتم تحليلها حتى هذه اللحظة. نعم. طيب أنتهز فرصة وجود حضرتك معنا دكتور حسام ونسأل عن، طبعا في استعدادات هذه الأيام من قبل كافة أجهزة الدولة نظرا لمعاد دخول المدارس، استعدادات وزارة الصحة وخاصة أن هناك يعني حالة مرضية غريبة في محافظة أسوان. لا، هي مش حالة مرضية غريبة، هو في زي بقول حاجة كده، هي في انتشار لأعراض إصابة الجهاز الهضمي. الأعراض الإصابة الجهاز الهضمي دي بتنتقل عن طريق يا إما طعام ملوث أو شرب مية من أماكن غير آمنة. نعم. لكن هي مش حالة مرضية غريبة. الحمد لله. البداية جت منين؟ ده الموضوع. لكن الإجراءات الصحية المتبعة هي الإجراءات الصحية القياسية اللي بيتم التعامل معها من خلال المستشفيات، وعشان كده الأرقام اللي احتاجت دخول المستشفيات بعد اتخاذ الإجراءات القياسية الحمد لله بتقل. أما استعداداتنا للمدارس بشكل واضح، احنا حدثنا الدليل الإرشادي الوقائي وتم إرساله لجميع المدارس المرتبط بالتصائح الصحية الوقائية الواجب اتخاذها. مع بدء العام الدراسي بنبدأ حملات التطعيم. هناك أيضا حملات مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة في أطفال المدارس بتبدأ مع بداية العام الدراسي، وأيضا الحملات المستمرة المرتبطة بالكشف على فيروس سي. كل ده بيتم تم الاستعداد له وتجهيز الفرق عشان تنطلق هذه الفرق مع أول يوم من أيام العام الدراسي. وإحنا يمكن أفكر حضرتك والسادة المشاهدين إن إحنا النهاردة دولة رئيس مجلس الوزراء أطلق مبادرة بداية جديدة اللي جزء منها الحفاظ على الصحة العامة وصحة المواطن، اللي هي المبادرة الخاصة بالتنمية البشرية، وجزء أهم منها هو الجانب الصحي اللي بتتحرك عليه وزارة الصحة وكافة الشركاء الداعمين. الشكر الجزير لحضرتك الدكتور هشام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، متحدثا هاتفيا لقناة إكسترا نيوز.